يا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا متابعينا ومستمعينا في الحلقة الأخيرة من برنامج The Agent. اليوم هو ختام الموسم الكروي في دولة قطر مع نهائي أغلى الكؤوس كأس سيدي سمو أمير البلاد المفدى، راح يجمع بين السد ودحيل الساعة 10:30 بإذن الله. في وين؟ في استاد الوكرة. استاد الوكرة اللي بلغ عدد ساعات العمل عليه 18 مليون ساعة، اللي يمتلك محيط حدائق أكثر من 200,000 متر مربع، يتسع ل40,000 متفرج. تبلغ الجوائز اليوم إن شاء الله للجماهير 2 مليون ريال قطري. هو ثاني استاد مونديالي ل 2022 بإذن الله، وأول استاد يتم إنشاءه بالكامل. الوعد الوكرة، وإن شاء الله اليوم نشوف الملعب ممتلئ عن آخرة. معلومة بسيطة، تقريبا تلقى الموقع الإلكتروني للاتحاد القطري أكثر من 2 مليون طلب لحضور استاد الوكرة، ولكن كل التذاكر بيعت قبل يومين تقريبا من النهاية أو 3 أيام، فالكل يدور تذاكر. يعني إحنا اليوم إن شاء الله راح نشوف الملعب ممتلئ عن آخر. وناخذ أول اتصال في آخر حلقة معنا زياد. مساء الخير يا زياد. مساء الخير. يا هلا مرحبا فيك معنا في برنامج The Agent، وكل عام وانت بخير ومبارك عليك ما تبقى من الشهر. وانت بخير يا رب. وانت بخير زياد. اليوم النهاية خلاص. ايه ان شاء الله يا رب نختمها معاكم بالخير ان شاء الله بإذن الله. زياد، في البداية بتوقعاتك اليوم نهائي الحلم دحيل والسد. والله السد ان شاء الله. السد راح يحسمها كم؟ يعني 2-1. عادل يقول 4-4. كم عادل؟ لا عادل يقول 4-1. 4-1 خلاص. 4-1 اوكي. زياد توكل على الله نبدا المسابقة. يلا نتوكل على الله ان شاء الله. اليوم راح تكون معلوماتنا او اسئلتنا اكثر مختصة في السد ودحيل واستاد الوكرة. كالعادة نشوف قيمة النسبة اللي راح تنخصم من جائزتك يا زياد، وهي 3%. اختار لي يا زياد بين وسط، مهاجم أم مدافع؟ وسط. وسط؟ ناخذ وسط. قيمة جائزتك يا زياد راح تكون 5,000 ريال. لا وين الصفقة؟ أبي أعلى صوتي، أعلى من الصفقة. 5,000 ريال، لكن يا زياد هي مرهونة بإجابتك دائما على 3 أسئلة. طيب اختار لي أحد الأندية الموجودة عندك في الشاشة بين السد. أنت سداوي زياد صح؟ إيه سداوي. سداوي يعني ناخذ لك السد على طول. طيب من هو اللاعب اللي تبي توديه السد يا زياد؟ عندك حكيم زياش، لاعب أياكس أمستردام، فيراتي، لاعب باريس سان جيرمان، المعز علي نجم منتخبنا الوطني، بيانيتش لاعب يوفنتوس، ام فرانكي دي جونج؟ المعز علي. المعز علي. هل راح يسجل اليوم المعز علي ولا لا؟ اول سؤال يقول، تذكر عندك بس 15 ثانية يا زياد، عدد مواجهات السد مع دحيل في تاريخ بطولة كأس سمو الأمير قبل اليوم، يعني قبل اليوم كم مرة تواجهوا في كأس سمو الأمير؟ مرتين، 3 مرات،
أم أربع مرات يا زياد؟ تذكرنا عندك بس 15 ثانية. أربع وحدة. أربع مواجهات. إيه. أنا ما ضغط شيء ولا أنا ضغط. أي ضغط ورسته. أوكي أربع صح يا أربع. ثاني سؤال يقول يا زياد لا ما عليه ترى كميتر آخر حلقة خلاص صير كريم. يوزع أجوبة. طيب التقى السد ودحيل في نهائي كأس سمو الأمير. هاي نفس السؤال ولا شنو؟ لا هاي سؤال ها شوف هاي يختلف. خليك مركز معاي زياد. التقى السد ودحيل في نهائي كأس سمو الأمير بدون هالمرة. كم مرة؟ زياد مرة واحدة. مرة واحدة إن شاء الله. مرة واحدة وفعلا إجابتك صحيحة. الحمد لله. برافو يا زياد. حلوين حلوين. انت قاعد من النوم زياد ولا لا؟ والله كنت بتنام. كنت بتنام ان شاء الله. ازعجناك؟ لا لا حاب تسكت ترى ما اهم شيء ما نزعجك زياد. اخر سؤال لاجل ان شاء الله الموسم الجاي اذا تبي. يلا خلاص الموسم الجاي. لا لا خلاص. اوكي يلا. زياد سؤالك الأخير يقول مستوحى تصميم استاد الوكرة المونديالي من القوارب التقليدية ولا الكرة الأرضية ولا الصحراء؟ القوارب التقليدية أكيد. ما شغل الوقت. القوارب التقليدية وإجابتك يا زياد صحيحة. الحمد لله. ألف مبروك. برافو عليك يا زياد فزت معانا ب 4850 ريال وفاتحة خير يا زياد وشكرا على اتصالك ونروح أغنية حق الزعيم. مجددا لكم مشاهدينا متابعينا ومستمعينا وأوصل الشكر الجزيل للكابتن رضوان اللي جاب لنا هدية في الاستديو. شكرا جزيلا يا كابتن هديتك موصورة. ومشاهدينا اليوم راح أذكركم بأن اليوم جوائزنا كلها 5000 ريال. اليوم نهائي الكرم وإحنا راح نفتح 5000 كلها اليوم. شطبنا الجوائز 2000 و3000 ريال وتستاهلون واللي نصيب فيها إن شاء الله يتهنى بالخمس تلاف ريال. وناخذ ثاني اتصال معنا محمد. مساء الخير يا محمد. مساء الخير. كل عام وانت بخير يا محمد. مبارك عليك ما تبقى من الشهر. مبارك عليك الشهر. على أنه وعليك تبارك يا محمد. شلونك؟ الحمد لله الله يسلمك. عساك طيب. الحمد لله. محمد اليوم رايح الوكرة ولا لا؟ إن شاء الله بروح. إن شاء الله. رايح حق من؟ دحيل ولا السد؟ لا السد ان شاء الله. رايح حق السد. كم بتفوزون اليوم؟ ان شاء الله اللي يفوز ان شاء الله 4-5. أربعة خمسة على من؟ على دحيل؟ على دحيل ان شاء الله. يا رجل يا رجل جماهير السد قامت تطمع ما تشوف دحيل.
زين هذا زين. اوكي ان شاء الله نتمنى حضورك اليوم يا محمد. قيمه الجوائز ستصل الى 2 مليون ريال للجماهير باذن الله، وهي فرصه لمشاهده المونديال، التحفه المعماريه، ثاني مونديال، ثاني ملعب لمونديال 2022 باذن الله. النسبه راح تكون هي 7% يا محمد، راح تنخصم من قيمه جائزتك. وقلنا اليوم الكل راح يفوز ان شاء الله بال 5000. طيب محمد، تبي مهاجم مدافع ولا وسط؟ مهاجم. مهاجم نختار. مهاجم. قيمة جائزتك أكيد عارفها بأن هي 5000 ريال، لكن راح تنخصم منها 7% يا محمد. طيب محمد السداوي. طيب السد راح عليك. أنا بقى عندي قطر الريان، السيلية، الخريطيات، أم مصطال العربي، الدحيل، غرافة، الشحانية، أم الأهلي، أم الخور. الريان. ناخذ الرهيب الرياني. ايه بنفقد جمهور اليوم. طيب منو اللاعب تبي توديه الريان يا محمد؟ عندك اكرم عفيف، نجم منتخبنا الوطني ونجم نادي السد، قائد منتخبنا الوطني حسن الهيدوس اللي داس عليهم دوس اليوم، لازم اكملها دام انها ختام، ولاعب نادي السد، او عندك اديسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان، او لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد، او عندك الامير هاري كين. لا اكيد الهيدوس. الهيدوس. ناخذ الهيدوس، قائد نادي السد وقائد، لا كان قائد الحين قائد منتخبنا الوطني. طيب اول سؤال يقول يا محمد، دائما تذكرنا عندك بس 15 ثانية وانت سداوي، الاسئلة اليوم كلها راح تكون مختصة في السد ودحيل. فاز السد على دحيل في مباراة الذهاب لدوري نجوم كيو ام بي موسم 2018-2019 بنتيجة 3-0، 3-1 ولا 3-2؟ سداوي ما تعرف كم فزت على دحيل؟ والله 3-1 اظن. مو باظن، كنت اظن وكنت اظن وما خاب ظنك يا محمد، وفعلا اجابتك صحيحه. فاز السد بنتيجه 3-1 وكانت بمثابه اخذ الثار. ثاني سؤال يقول يا محمد، جاء دحيل ثانيا في دوري نجوم كيو ام بي موسم 2018-2019 برصيد، كم كان رصيد دحيل؟ 49 نقطة ولا 50 نقطة ولا 51 نقطة؟ رصيد دحيل 50. 50 نقطة. 49. 50. 50 نقطة. 50. وانت 50000% صحيح يا محمد، كفو عليك، وصلتنا لآخر سؤال يا محمد. الحمد لله. ودائما السؤال الأخير يختص باستاد الوكرة. تم الكشف عن تصميم استاد الوكرة المونديالي عام، متى تم الكشف عنه؟ في 2012 ولا في 2013 ولا في 2014؟ متى تم الكشف عن الاستاد؟ سبحان الله، كانت صورة واليوم أصبحت واقع. تتذكر 2013 صح؟ 2013 تتذكر؟ وانا اتذكر بعد الحمد. اجابتك صحيحة. الف 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 مليون مبروك يا محمد، فزت معانا ب 4650 ريال. الحمد لله. الحمد لله وشكرا على اتصالك. طلعنا اغنية حق الزعيم، نروح حق دحيل. لعبه مثير، لعبه مثير،
إذا رجعنا لكم مشاهدينا متابعينا ومستمعينا، ما زلنا مستمرين معكم. أنا قاعد أطالع فوق معلش أود أسافر شيكاغو اليوم. ما زلنا مستمرين معكم مشاهدينا متابعينا في برنامج The Agent في الحلقة الأخيرة، ونرجع لاستقبال اتصالاتكم. معنا محمد، مساء الخير يا محمد، وكل عام وانت بخير، مبارك عليك ما تبقى من الشهر. مساء النور أخي عبد الله، والله يبارك في عمرك وعمر. يا هلا مرحبا فيك معنا يا محمد، صح النوم أول شيء؟ الله يصحب لنا حبيبي. حبيبي كيف الحال؟ اليوم النهائي، اليوم الوعد الوكرة يا محمد. ايش فينا انا؟ اكيد اكيد اليوم ستكون المعركة حامية. بتكون موجود اليوم ولا لا؟ ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله هي فرصة لافتتاح الملعب المونديالي، وايضا مشاهدة نهائي مرتقب بين السد والدحيل، من اقوى المواجهات في الدوري عندنا وحتى على الموسم الكروي القطري. اصبح الدحيل رقم صعب في كل البطولات. محمد متابع البرنامج من قبل ولا لا؟ اكيد اكيد. شاركت من قبل؟ لا بس ما صار لي فرصة. ما صارت لك فرصة، الحمد لله. اليوم انت معانا في اخر حلقة، في الحلقة اللي فاتحين فيها الـ5000، وفي يوم يوم جميل نفس نهائي كأس سمو الأمير يا محمد، ونتوكل على الله ونبدأ المسابقة على بركة الله. نسبتي راح تكون من انتقال اللاعب يا محمد هي 7%. سامر شيل الكرين وخرها، ما تشوفها تعطيني تنويم مغناطيسي، امشي معاها وخلي الون. اوكي 7% يا محمد، هذه اللي راح تنخصم من قيمة الجائزة. طيب اختار لي وسط، مهاجم ام مدافع يا محمد؟ مهاجم. مهاجم. ناخذ مهاجم. قيمة جائزتك يا محمد راح تكون اكيد 5000 ريال. اكيد. ابسولوتلي يعني. بس لما نخصم 7% راح يكون عندك 4650 ريال يا محمد. طيب اختار لي احد الاندية الموجودة عندك في الشاشة، بين نادي قطر، السيلية، الاخرطيات، المصلال، الاهلي، العربي، دحيل، غرافة، الشحانية، ام الخور؟ قطر. ناخذ الملك القطراوي. من اللاعب اللي تبي توديه نادي قطر يا محمد، بين لوكاكو، بين اديسون كافاني، هاري كين، ولا اكرم عفيف نجم منتخبنا الوطني ونادي السد؟ الثالث. مين؟ أكرم عفيف. أكرم عفيف يستاهل. اليوم عيلة أكرم عفيف مبسوطين في كلا الحالتين، الكاس جايهم جايهم بإذن الله. أول سؤال يقول يا محمد، فاز السد ببطولة كأس الشيخ جاسم كم مرة؟ 13 مرة ولا 14 مرة ولا 15 مرة؟ عندك 15 ثانية يا محمد، وسؤال جدا سهل. 14 ولا 15؟ محمد توقعاتي 14. توقعاتك صحيحة يا محمد، بس خلك أسرع، تاخذ غفوة بين سؤال وسؤال يا محمد. ثاني سؤال يقول، وتذكر خلك أسرع، حتى لو قلت الجواب قل له قبل 15 ثانية، لأن عندنا وقت ما نقدر نحسب فيه الإجابة بعد هذا الوقت. فاز دحيل ببطولة كأس قطر المرة الأولى في تاريخه، كانت عام 2015 ولا 2016 ولا 2017؟ 2015. Are you sure? Are you sure? اوكي شور شور شورك وهداية الله يا محمد. فعلا إجابتك صحيحة. باقي لك آخر سؤال، والسؤال يقول يا محمد، تم تصميم التحفة المعمارية وهي استاد الوكرة المونديالي من قبل الراحلة العراقية الراحلة رحمة الله عليها زها حديد، ولا الهولندي ريم كولهاس؟ ريم هي، بس اللي تقراها ريم، هي ريم على اساس نكون واضحين. البريطاني نورمان فوست. ومن رافع راسنا
غير العرب يا محمد. محمد والله انك راقد، انا متاكد انت يا راقد يا تلعب في التليفون. اعتقد العراقيه زهى حديد. العراقيه الراحله رحمه الله عليها زهى حديد، واجابتك صحيحه. الله يرحمها يا رب، دائما احنا اكيد نتشرف فيها بان هي لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى على هذا التصميم الرائع. اذا الف مبروك، فز معنا ب 4650 ريال يا محمد، وشكرا على اتصالك، ونروح حق الزعيم. ما زلنا مستمرين معاكم مشاهدينا متابعينا ومستمعينا في برنامج ذا ايجنت، ونرجع لاستقبال اتصالاتكم. معانا هالمره ام خالد. مساء الخير يا ام خالد. مساء النور، كل عام وانت بخير، مبارك عليك ما تبقى من الشهر يا ام خالد. يا هلا مرحبا فيك معانا في اخر حلقه في برنامج ذا ايجنت. الله يبارك فيك. الله يسلمك يا ام خالد. ام خالد متابعه البرنامج ولا لا؟ ايوه متابعه. ايش رايك في البرنامج؟ اسئلتنا سهله ولا صعبه؟ سهلة أغلبية الأسئلة. سهلة. إذا بتفقدون البرنامج؟ طبعا تفقدون. ها الحلقة الأخيرة. طيب إن شاء الله أنه يكون ختامها مسك معاك يا أم خالد، وتفوزين معنا بالخمس تلاف ريال اللي هي راح تكون للجميع بإذن الله ولكل المتصلين. أم خالد أول شيء توقعاتك اليوم، السد ولا تحيل؟ السد 2-0. السد و2-0. والله السدوية كلها موافقين ما شاء الله. عادل يقول لا اليوم افتتاح استاد الوكره بيكون على حساب السيد. يلا بنشوف ان شاء الله، احنا اهم شيء نشوف مباراه ممتعه تليق على بمستوى الحدث في هذا الاستاد وبحضور سيدي سمو امير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد ال ثاني. طيب توكل على الله يا ام خالد ونبدا المسابقه. وكالعاده الكمبيوتر هو راح يخصم النسبه من انتقال اللاعب اللي هي لي اللي هي راح تكون 5%. 5% نشيلها دائما من ال 5000 ريال اللي راح تفوزين فيها باذن الله. طيب اختاري لي مهاجم وسط ام مدافع؟ مدافع. ناخذ ديفنس مدافع. قيمة الجائزة هي اللي معروفة مسبقا، حركة الكنافة 5000 ريال. حلوين. هلا فتحنا ال 2000 ما في ردة فعل، فتحنا ال 5000 ما في ردة فعل. لا حلوين حلوين. مشغوله مع خالد شكلك يا ام خالد. اي والله. زين ركزي معاي واختاري لي احد الانديه الموجوده عندك في الشاشه يا ام خالد. السيليه، الاخريطيات، المصطال، الاهلي، العربي، الغرافه، تحيل، شحانيه ولا الخور؟ بختار الحين بختار العربي. خذي العرباوي. والله يخلي لك خالد ان شاء الله ويتربى في عزك، وان شاء الله يشارك معنا في احدى المسابقات يا رب. ام خالد اختاري لي بين اللاعبين الموجودين في الشاشه. كيمو عبد الكريم حسن افضل لاعب في اسيا ونجم منتخبنا الوطني، سيرخيو راموس قائد ريال مدريد وقائد المنتخب الاسباني، رافائيل فاران لاعب ريال مدريد ومدافع المنتخب الفرنسي، كليني لاعب يوفنتوس ومنتخب ايطاليا، ام جيرارد بيكيه لاعب برشلونه ولاعب يلعب في المنتخب الاسباني بعد اذا ما خاب ظني. عبد الكريم حسن لاعب منتخبنا. عبد الكريم حسن افضل لاعب في اسيا. واول سؤال يقول
يا ام خالد تذكر ان عندك بس 15 ثانيه نتيجه مباراه الاياب بين السد ودحيل في دوري نجوم كيو ام بي موسم 2018-2019 احنا من ساعه حطينا نتيجه الذهاب وهي كانت 3-1 فوز السد لكن في الاياب النتيجه اكيد انها مغايره هل هي تعادل سلبي ام هدف لهدف ام هدفين لكل منهما تعادل سلبي كان مش تعادل سلبي تعادل ايجابي 2-2 ولا 1-1 ام خالد ايوه 2-2 2-2 يا ام خالد يا ام خالد عجلي معايا يا ام خالد في وقت يلا يلا مشى اول سؤال ثاني سؤال ابيك اسرع يا ام خالد عبر السد الى نهائي كاس سمو الامير 2019 بفوزه على الريان الحين السد شلون تاهل للنهائي فاز على الريان صح بس كم فاز على الريان 1-0 2-0 ولا 2-1 وبشيلك 2-1 وخليك اسرع واعطيني اجابات هدفين دون مقابل هدفين دون مقابل برافو عليك يا ام خالد عكس اول سؤال حلو برافو عليك وعدينا مرحلتين تبقى لنا مرحله اخيره وهي الخطوه الاخيره يا ام خالد بينك وبين الجائزه والسؤال الاخير دائما يخص استاد الوكرة المونديالي بدأت أعمال البناء في استاد الوكرة المونديالي متى؟ عام 2013 ولا 2014 ولا في 2015 يا ام خالد؟ أشغل الوقت 2014 إن شاء الله 2014 ولا 2013؟ 2014 إذن إجابتك صحيحة يا أم خالد ألف ألف مبروك فزتي معنا ب 4750 ريال ليش كنت ساكتة أم خالد؟ توقعت إن إجابتك خطأ؟ أنت توقعت ترددت عقب ألف ألف مبروك يا أم خالد يعطيك العافية وشكرا على اتصالك ونروح حق دحيل ما زلنا مستمرين معاكم مشاهدينا متابعينا ومستمعينا في برنامج ذا ايجنت ونرجع لاستقبال اتصالاتكم من معي نسيت انا من معي عبد العزيز ابو سعود مساء الخير يا عبد العزيز وكل عام وانتم بخير ويا اهلا مرحبا بك معنا في برنامج ذا ايجنت مرحبا عبد الله علينا وعليك تبارك ان شاء الله يا هلا مرحبا فيك يا ابو سعود ابو سعود اليوم مع من؟ انا والله مع دحيل قلبا وقالبا مع دحيل انت قلبا وقالبا مع دحيل بس داخليا انت رياني لا لا غرفاوي داخليا للاسف غرفاوي ليش 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 عيل قلبا وقالبا مع دحيل ما فهمته لان السد طلعوا غرافه انت بس شايل على هالمباراه ديت على هالمباراه يا اخوك الدوري كان الدوري ايش خلى وايش بقى يا ابو سعود اوكي ابو سعود اليوم موجود في المباراه في الملعب ولا لا اي باذن الله موجودين في الملعب ان شاء الله بتحضر الساعه كم بتروح المباراه الساعه 10:30 بس في فعاليات ترى وفي جوائز مليونين ريال قبل التراويح ان شاء الله هناك نصلي التراويح في الملعب ان شاء الله طبعا في تقريبا في 7 مصليات اذا ما خاب ظني في الاستاد فتقدر تصلي في الاستاد
وبعدها اكيد تاخذ مكانك في الملعب ونتوكل على الله يا ابو سعود يا الغرفاوي يا اللي شايل على السداوي. نسبتي راح تكون هي 5%، هذه راح تنخصم من قيمه جائزتك. تستاهل يا عبد الله، تستاهل الخير يا ابو سعود. ابو سعود تبي مهاجم وسط ولا مدافع؟ يصيب اختار الثلاثه حق الغرافه. لا انت الغرافه بعد يبي لك، يعني يبي لك وسط مهاجم مدافع صانع العاب، احط لك حارس مدرب، يبي لك شغل انت. انت يبي لك شغل. ها لا احتار مهاجم. مهاجم مهاجم. والله عندكم مهدي طارمي بس ما ادري ايش صار عليهم. كان زين ترى، والله والله كان زين مهدي. الله يهديه ان شاء الله. اذا قيمه جائزتك يا ابو سعود هي ال 5000 ريال، راح تنخصم منها ال 5%. اوه الغرافه موجود، ناخذ لك الغرافه على طول يا ابو سعود. شايل والله سعود شايل. طيب متى بتودي الغرافة؟ تبي لوكاكو ولا كافاني ولا هاري كين؟ لا لا هاري كين. هاري كين زين. هاري كين لاعب توتنهام واصل نهائي تشامبيونز ليج، بعد يمكن يمكن هاري كين يصير نفس مهدي ما تدري. طيب اول سؤال يقول يا ابو سعود، وتذكر ان عندك 15 ثانيه، حكم الفار الرئيسي اليوم 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 للمباراه النهائيه لكاس سمو الامير 2019 بين السد وزحيل منو؟ مو بعبد الله العذبه او سلمان فلاحي ولا عبد الله العذبه متكرر؟ شوف الله يحبك لانك غرفاوي. لا لا سلمان فلاحي. اي سلمان فلاحي بعد اكيد. مو عبد الله العذبه بيصير عبد الله العذبه رقم ثلاثه؟ ما يصير بعد. فعلا اجابتك صحيحه يا ابو سعود. شوف الكمبيوتر عرف ان انت غرفاوي فقال لا لازم نداوي جراحه قبل لا يشوف المباراه ويروح استاد الوكره ويشوف نادي السد اللي طلع الغرافه يعني. يلا يلا اوكي. ثاني سؤال يقول يا ابو سعود، ثاني سؤال، حصد السد بطوله دوري نجوم قطر كم مره؟ 13 مره ولا 14 مره ولا 15 مره؟ اتوقع 14 مره. لا تتوقع، قول هذا جوابي. ما في توقع. 14 مره. ايش ما في توقع؟ اجابتك ما في يوم حيله السدويه صحيحه يا ابو سعود. دائما شوف انت اي سؤال عن السد وفي عدد بطولات خذ الاعلى، دائما اعرف ان عرفت يا الاعلى يا الوسط، اقل مستحيل. طيب مستحيل بالضبط. ابو سعود اخر سؤال دائما يخص استاد الوكره المونديالي، يقول لك سيتم الاستغناء عن عدد مقاعد الجماهير في استاد الوكرة المونديالي بعد ختام مونديال قطر 2022 بإذن الله، ويبلغ عددهم، احنا راح نتبرع بمقاعد، كم مقعد يا ابو سعود؟ 20,000 ولا 25 ولا 30؟ وانا معك 20,000 على طول. حسيت ها؟ حسيت انا. اي اي شوف دائما احساسك احساسك ما يخيب ظنك صدقني. وفعلا اجابتك صحيحه يا ابو سعود، الله عليك يا ابو سعود، والف مبروك، فزت معنا ب 4750 ريال. الله وشكرا على اتصالك يا ابو سعود، وان شاء الله نتمنى حضورك في الملعب. ونروح حق من؟ الزعيم.
ورجعنا لكم مشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا ومستمرين معاكم في الحلقة الأخيرة من برنامج ذا ايجنت، ونرجع لاستقبال اتصالاتكم وناخذ مشاركاتكم. ومعانا اسحاق. مساء الخير يا اسحاق، وكل عام وانت بخير، ويا هلا مرحبا فيك معنا في برنامج ذا ايجنت. بخير الله يسلمك، انت شلونك اسحاق؟ الله يعافيك. توقعاتك اليوم؟ ايه ان شاء الله ان نشوف مباراة. بتحضر اليوم اسحاق ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله، دائما احضر قبل المباراة النهائية. اتصل اسحاق اختفى من عندنا، ما ادري وين راح. راح نحاول ان احنا نرجع نتصل لك مرة ثانية، بس خلونا ناخذ اغنية حق حيل نرجع مرة ثانية. رجعنا لكم مشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا. الحين صدق بناخذ اسحاق. اسحاق مساء الخير. الو السلام عليكم. مساء النور. اسمح لي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اسحاق. يا هلا مرحبا فيك معنا في برنامج ذا ايجنت. اسحاق كنت حاطه ميوت؟ اي والله. لا والله. اي والله. انا اسولف واخذ واعطي واقول اسحاق وين يا جماعه؟ انا شلطك بعد. اوكي اسحاق حبيبي، في البدايه نبي توقعاتك اليوم، انت مع من؟ مع السد ولا مع الحيل؟ مع السد ان شاء الله. مع الزعيم السداوي. انت اساسا سداوي؟ ايه. اها بتحضر الملعب ولا لا؟ ايه اكيد. اليوم الوعد في الوكره. ايه ان شاء الله بحاضر ان شاء الله. ان شاء الله راح تحضر المباراه النهائيه. متابع البرنامج من قبل اسحاق ولا لا؟ ايه. ما شاركت؟ لا ما شاركت، بس متابع البرنامج من زمان. متابع طالما انك متابع، والحمد لله جيت معنا في اخر حلقه يا اسحاق. والعتعارف اليوم احنا فاتحين ال5000، واسئلتنا جدا سهله يا اسحاق، يا هي مختصه عن النهائي بين السد وتحيل او عن استاد الوكره، ولازم راح يكون في سؤال دائما الاخير هو عن استاد نادي الوكره. وكالعاده الكمبيوتر راح يختار القيمه اللي راح تنخصم من الجائزه يا اسحاق، وهي 3%، شيء بسيط جدا يعني شيء لا يذكر. طيب اختار لي مهاجم وسط ام مدافع يا اسحاق. وسط ان شاء الله. وسط، ناخذ وسط. قيمه جائزتك انت عارفها اكيد يا اسحاق مع حركه الكنافه 5000 ريال. حلوين؟ ايه حلوين. ولا أكيد. واحد متج اليوم، اليوم يعني اعلى جائزه عندنا 5000 الكل، ولا في رياكشن ولا حد. 5000 ريال شكرا، ما في رياكشن، ما في. اعطوني شوي حماس، شوي حسوني. عادل مشتاط اكثر منكم. سامر لا، سامر مو مشتاط. طيب اختار لي احد الانديه الموجوده عندك في الشاشه يا اسحاق. تبي السياليه ام صلال، الخرطيات الاهلي، تحيل، الشحانيه، ام الخور؟ الخور، لانه السد مش موجود اصلا. ناخذ الخور. اي السد راح عليك الزعيم من البدايه، ما شاء الله اغلب المتصلين عندنا من جماهير نادي السد. طيب متى بتودي الخور يا اسحاق؟ عندك حكيم زياش لاعب اياكس، عندك فرانكي دي يونغ لاعب اياكس، ولا بيانيتش لاعب يوفنتوس، ام ماركو بيراتي لاعب باريس سان جيرمان؟ ميريالين. منو؟ انت اختار لي عادي. ما انا اختار لك؟ ايه اوكي.
أنا بختار لك حكيم زياش بالأمانة. النجم العربي يستاهل، قدم مستوى استثنائي في دوري أبطال أوروبا ولكن لم يحالفهم الحظ في النهاية. أول سؤال يقول يا إسحاق، تذكر أن عندك بس 15 ثانية، توجد حيل بطلا لكأس قطر كم مرة؟ مرتين ولا ثلاث مرات ولا أربع مرات؟ مرتين ولا ثلاث مرات؟ شلون؟ أظن مرتين إن شاء الله. قول مرتين وأنا الله أقول معاك بعد إسحاق. لا ما أنا أقولها معاك، هي مرتين، هي مرتين يا إسحاق، وجابتك صحيحة. نروح حق ثاني سؤال، وثاني سؤال يقول ثاني مرة يحصد السد لقب دوري أبطال آسيا. لا السؤال ما في أسهل منه. كانت في 2009 2010 ولا 2011؟ 2011 إن شاء الله. السداوي إيه؟ وما تعرف متى؟ أكيد 2011. أكيد إن 2011 يا إسحاق. أقول متردد يعني. طيب ثالث سؤال وهو الأخير، دائما السؤال الأخير يختص بأستاد الوكرة المونديالي. في معلومات أنا قلتها بداية الحلقة، لو أنت كنت مركز راح تعرف الجواب على طول. الطاقة الاستيعابية لأستاد الوكرة المونديالي هي 45,000 متفرج ولا 40,000 متفرج ولا 35,000 متفرج؟ 40,000 متفرج إن شاء الله قلتها أنت. يا سلام عليك ومصحصح معانا إسحاق بدون وقت، ألف مبروك. الله يبارك فيك، ما قصرت أخوي عبد الله. تستاهل، وجهك أبيض، تستاهل كل خير يا إسحاق، ألف مبروك، فزت معانا ب 4850 ريال، وشكرا على اتصالك الجميل يا إسحاق. وين نروح؟ روح روح روح. السد ما يخيب أملنا، دوم يسبق إلى كل الجوائز. والله عادة السد ما يخيب أملنا، دوم يسبق إلى كل الجوائز. وش تقولون؟ وش تقولون؟ ياخذ الكاس ويحقق بطولة. شوفوا العالمي له تواريخ، شوفوا العالمي له تواريخ. عالمي عالمي يا السد فايز، والكبير أصلاً أفعاله كبيرة. إذا رجعنا معكم مشاهدينا متابعينا ومستمعينا، ومازلنا مستمرين معكم في برنامج ذا إيجنت. سبحان الله، ولكأن 20 يوم مروا بلمح البصر، واليوم نصل للحلقة الأخيرة في برنامج ذا إيجنت. دائما كنا ندعو الجميع لحضور المباريات في أغلى الكؤوس، أما اليوم هو اليوم الختامي لدولة قطر في كرة القدم، وهو بأغلى الكؤوس بافتتاح استاد الوكرة المونديال. نتمنى أن الجميع يحضر هذه المباراة. هنالك أكثر من 7 طرق سريعة
تؤدي إلى الملعب، كل شيء متوفر لراحة العوائل أو الشباب أو حتى للبنات. للأمانة في فعاليات جدا جميلة راح تكون قبل المباراة. 2,000,000 طلب وصل للموقع الإلكتروني للحصول على التذاكر، ولكن هي 44,000 تقريبا متفرج فقط هو من راح يحضرون بإذن الله في هذا النهائي. في النهاية وبالأول وفي الأخير البطولة والانتصار هو شرف. السلام على سيدي سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى. يعني الفريقين بإذن الله اليوم يكونون فايزين، ولكن أكيد السد يطمح بأن ويحصد هذا اللقب الغالي. تحيل ثاني الدوري أكيد أيضا يطمح بهذا الكأس، فالسد يا أنه يأخذها ثنائية أم تحيل يوقف يوجه السد ويأخذ أغلى الكؤوس. الروح أغنية حق نادي تحيل. ومشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا وصلنا لآخر متصل معنا في الحلقة الأخيرة من برنامج The Agent. معنا حزام. مساء الخير يا حزام. مرحبتين، مساء النور. يا هلا مرحبا فيك معنا في برنامج The Agent، ومبارك عليك ما تبقى من الشهر يا حزام. يا حزام أنت ختامها مسك، ختام إن شاء الله، إن شاء الله ختام الموسم وختام برنامج The Agent، وإن شاء الله يكون ختامها مسك معاك يا حزام وتفوز معنا ب5,000 ريال. لكن في البداية يا حزام أبي أخذ توقعاتك لمباراة اليوم، السد ولا تحيل؟ لا أتوقع السد. أتوقع السد. أنت مع من أساساً؟ أساساً يعني أساساً مع الرجال. الله حسيت، الله أني حسيت. ايه رهيب، بنفقد جماهير اليوم والله بنفقدهم. طيب 5% راح تنخصم يا حزام من قيمة جائزتك، بس مو معناته انك ما تحضر اليوم المباراة. اليوم يعتبر عرس كروي، يكفي حضور سمو الامير وفي افتتاح استاد الوكرم مونديالي، صح؟ ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طيب حزام تبي وسط مهاجم ولا مدافع؟ لا مهاجم. ما اسمع. مهاجم. مهاجم يا حزام. وقيمة جائزتك أكيد 5,000 ريال. أكيد لها 5,000 ريال يا حزام. طيب حزام الريان راح عليك، ما بقى عندك إلا السيلية، الخريطيات، الأهلي، تحيل، الشحانية. طبعا إذا شوف إذا أنت بتنتقم من السيد عندك تحيل موجود. أنا اليوم أشجع تحيل صراحة. اليوم تشجع تحيل. أوكي أنا ما بقول كله. أوكي صح عليك حزام. تبي تحيل؟ نعم. يلا نأخذ تحيل قلبا وقالبا. يا رجل تحيل قدم مستوى يا أخي مشرف دوري أبطال آسيا. يستاهل. بعدين عندهم يعني العربي، عندهم بن عطية، يعني لعيبة شوي أنت. طيب نعم. طيب حزام تبغى محمد صلاح لاعب ليفربول ولا مبابي لاعب باريس سان جيرمان، ام سواريز لاعب برشلونه، ولا انخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان، او ماريو ايكاردي لاعب انتر ميلان؟ لا مبابي. ناخذ مبابي.
مبابي. وأول سؤال يقول يا حزام، وتذكر أن عندك بس 15 ثانية. تأهلت حيل إلى المباراة النهائية لكأس سمو الأمير 2018 بعد فوزه على السد بهدف من اللي سجله؟ مو بنام تايهي ولا يوسف العربي المعز علي؟ ما في. أنت سمعت أنا إيش قلت حزام ولا ما سمعت؟ إيه سمعت. أنا أعطيتك الجواب على فكرة. من هو اللي دندن؟ من هو اللي دندن في كأس آسيا؟ معروف المعز علي معروف. يعني ما يبي لها شور مطوع يا حزام. الله ما يبهينا. حلو، مشينا بأول سؤال يا حزام، وثاني سؤال يقول سجل مونتاري الهدف الثالث لتحيل على السيلية في نصف نهائي كأس سمو الأمير 2019 في أي دقيقة؟ المباراة اللي صارت نصف النهائي بين تحيل والسيلية، مونتاري سجل الهدف الثالث في أي دقيقة؟ 64 ولا 65 ولا 66؟ أعتقد 64. ما أسمع. أعتقد 64. تعتقد؟ لا، أنت إجابتك صحيحة بدون اعتقاد. شوف السد إذا خذ كأس الأمير هالمرة ترى هذه ثلاثية، لأن أخذ السوبر وخذ الدوري والحين باقي له بس كأس الأمير. يا دحيلي وقفة يا يكملها بعد الزعيم خلاص. لا طغى الزعيم طغى. طيب آخر سؤال يا حزام، دائما هو يعني يرتبط باستاد الوكرة المونديالي. تبلغ مساحة الحدائق المحيطة باستاد الوكرة المونديالي، هذه معلومة أنا قلتها بداية الحلقة، 150 ألف متر مربع ولا 200 ألف متر مربع ولا 250 ألف متر مربع؟ 200 ألف متر مربع. 200 ألف متر مربع و 200 ألف بالمئة أنت صح يا حزام. كفو عليك، ألف ألف مبروك، الله عليك يا حزام، فزت معنا ب 4750 ريال. شكرا على اتصالك يا حزام. حزام هو كان آخر متصل معنا. في النهاية لا يسعني أن أشكر المخرج راني ومعدة البرنامج فاتن وحسن البلوشي في الاتصالات، عندنا عادل حسيني مصورنا العزيز، عندنا فريد البلوشي مدير الاستديو، عندنا علي أيضا في الإضاءة، عندنا سامر شيكاغوا أيضا صاحب الكرين اللي ينونه من تغنيم مغناطيسي وأمشي معاه وين ما راح. وفي النهاية أقول ألف مبروك لكل الفائزين معنا في برنامج The Agent، وهارد لك وحظ أوفر للي ما حالفه الحظ، وآسف لكل شخص ما قدرت أساعده أو خسر معنا في البرنامج. شكرا جزيلا، وأتمنى أن نكون وفقنا في هذا البرنامج وفي هذا الموسم. في أمان الله، والوعد في الوكرة.